من الأخطاء اللي وصلنا نشكر الأخ المحبين والأخوة اللي كانوا كيشتغلوا في المجال. حقيقة هو اللي كان خفوا على كاع الاهتمام بدنا وجميل هو أن العمل ديالهم كان كيروم الشريبات والطفولة، يعني كاين هذا الإحساس عميق بأن الرهان هو ماشي رهان ديال سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 6، ولكن رهان على إنشاء تربية حول أهمية البيئة. البيئة حاليا ما كنظنش كان أنها فقط رهان المجتمع المدني وحده، لكن هو اكيد على انها رهان ديال الدوله كذلك. كيتجلى في المؤتمر الداخلي وكيتجلى اكثر في الالتزامات الدوليه للمغرب اللي ولات دابا مفروضه. ثانيا الثمن ديال التدهور البيئي في المغرب راه كبير، حنا كنفقدوا 2 نقاط من السلم ديال الخام الوطني، واذا عرفنا ان كل نقطه كتعطينا حوالي 35000 منصب شغل، فما بالكم لاننا راه كنفقدوا التدهور البيئي راه 70000 فرصه عمل، وبالتالي كيولي الناتج الخام الوطني ديالنا الى حدود دابا 3.5 ولا 3.46 جول. حنا عندنا تحدي على ان الناتج الخام الوطني والتطور ديالنا يكون عندنا 7% باش نستجبوا المتطلبات الاقتصاديه والاجتماعيه والتشغيليه. وبالتالي حنا راه كنضيعوا 2 نقاط، وبالتالي حقيقة الرهان حاليا الا كان تجمع كامل على البيئه فهو رهان يروم لوبسيون اقتصاديه واجتماعيه وتشغيليه، لان المستقبل عندها حتى حنا نتمتعوا بلي بيك، ويجي واحد اخر ما يلقاش لي بيك خلالنا. عندها حتى حنا نكونوا كنتمتعوا مثلا بشي مناطق رطبه ديال فين الشهره اللي هنايا تحت وبكاره وهذا، شي وجه اخر ما يلقاوهاش. يعني هذه الجوانب الاخلاقيه ولكن حقيقه راه دابا التثمين ديالها دابا هو البيئه، ما بقاتش ديك البيئه كما قال الاخ نور الدين قبيله بالعصاميه ديالهم، كانوا كيخلقوا واحد الوعي حول البيئه حقيقه. أنا بالنسبة لي الاعتكاف